كانت بطولتين عالم، بطولة 2019 في جيرة دبي، اوكي تمام، دي ما كانش فيها سيدات، كانت بطولة عام رجال فقط، اوكي كلاسيك وفيزيك وكمال اجسام. بطولة العالم السيدات السنة دي كان ليها طابع خاص عشان كورونا وجائحة كورونا، فهي اتضمت بطولة العالم للرجال والسيدات والاساتذة مع بعض، الثلاثة مع بعض انضموا، اتلعبت في مدينة سانتا سوزانا في امريكا في اسبانيا. اوكي انا طبعا احنا في الميدل ايست او الوطن العربي ما عندنا، في الوطن العربي ما عندناش تحكيم للسيدات وما عندناش بطولات للسيدات ولا في مصر ولا في الوطن العربي. فالحكام في مصر او في الوطن العربي ما عندهمش الحته اللي هي بتاع تحكيم السيدات، الممارسه بتاع تحكيم السيدات، هو يعرف لكن ممارسه تحكيم السيدات مش موجوده. انا اتحطيت في موقف في بطوله العالم السنه دي، ان انا كنت قاعد، انا اول ما رحت قدمت طلب لرئيس لجنه الحكام ان انا مش هحكم سيدات عشان ما اظلمش حد، لان الحكم ده عندنا في لعبتنا بنسميه قاضي. انا بحكم كده، كنت بحكم في فيديوهات، يعني بشوف كده تحكيم فيديوهات للسيدات واقعد احكم على اساسها، بحط نفس الاسس واقعد احكم على اساسها، تمام. فاتفاجئت ان انا وانا قاعد، انا في الراوند بتاعي قاعد، ففي راوند اخير للفاينل بتاع طول من اطوال السيدات في فئه الفتنس بكيني. دخل ببص يمين ببص شمال، مفيش حد يقعد مكاني، ورئيس لجنه الحكام هو اللي لازم يامر ان حد يقوم ويقعد مكانه التاني. ببص على رئيس لجنه الحكام لقيته مركز قوي في التحكيم، ما بصليش اساسا، وانا قايل له ما بصليش اساسا. استغربت، بس انا لازم احكم، ده امر ما ينفعش، لو ما حكمتش هينزل من السكور بتاعي انا كحكم، اوكي ما ينفعش، وانا بمثل مصر، انا بمثل مصر على الكرسي دوت، فما ينفعش. توكلت على الله وقعدت كده تمام وبدات احكم، وبالفعل الحمد لله تحكيمي طلع بالظبط، حتى انا مصور كذا ستوري ساعتها في الورقه بتاعتي وفي بعد طبعا في النتائج، في طلوع النتائج، لان ما ينفعش اعمل اي حاجه الا لما اخلص تحكيم خالص، تمام. بعدين لقيت رئيس لجنه الحكام قام من مكانه في استراحه من الاستراحات، وراح لمكان وتواجد الدكتور عادل فهيم ووشوشه كده في ودنه، اوكي، وراح راجع مكانه تاني. فلقيت الدكتور عادل من بعيد كده بيقول لي كده، تمام. فانا قلت بيقول له حاجه، بيقول له ان انا مثلا ان انا بعكك الدنيا ولا حاجه. فلقيت الدكتور عادل بيقول لي كده، استريحت بعد ما خلصت وقمت، فرحت بسال الدكتور عادل، قال لي يا ابني انا فخور بيك ومصر فخوره بيك، لان رئيس لجنه الحكام بيتكلم بيقول يا دكتور عادل انا هخلي محمد يفضل موجود في التحكيم علشان هو فعلا بيحكم كويس.